عايزين نرتبهم مع بعض كده واحد واحد. اول واحد محمد علي باشا، بعديه ابراهيم عباس حلمي الاول، محمد سعيد، الخديوي اسماعيل، الخديوي توفيق، الخديوي عباس حلمي الثاني، السلطان حسين كامل، السلطان والملك فؤاد الاول، الملك فاروق الاول، الملك احمد فؤاد الثاني. 11 ملك حكم منهم 10 فعليا وال11 كان حاكم اسمي. كام دول سطروا اسمهم بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث لمدة 148 سنة، وهي مدة حكم الأسرة العلوية. في الفترة دي مصر غيرت 5 أنظمة للحكم، من إيالة لخديوية لسلطنة لمملكة لجمهورية. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة.